ممكن مع جيل آخر، لأن أنا تقريبا معظم الجيل القديم السابق عملته، حتى الأستاذ أحمد رمزي، إيمان الممثلة، عملت مع كل الناس، مدام سناء جميل، مدام سمحة، كل الجيل الكبير عملت معاه. فالجيل اللي بعد كده بقى ممكن ناخده. بقى الأطفال الصغيرة حافظة حتى كل الأغاني؟ الحقيقة أنت عارفة علاقتي بالأطفال بتهيألي كل الناس عارفة، أنا بحب الأطفال جدا وهم بسهولة بيندمجوا معايا وبيبقوا أصحابي، فأنا متوقعة الأطفال هيكونوا حلوين وأحلى مني وأحلى من أي حد بصراحة، لأن هم كده. هو لا، هو مش عشان تمارين، ما اكذبش عليك يعني، بس احنا عائله رياضيه اصلا، يعني عائلتي كلها رياضيين، وعندي اختي بطله مصر في الدراجات 7 سنين، اخويا بطل مصر في الملاكمه كذا سنه، اختي في الباسكت في الفريق الدولي، اخويا في نفس الحكايه في الفريق الدولي، فالعائله كلها رياضيه، فاحنا عندنا الرياضه دي جزء كده زي المايه والاكل والشرب كده، فيعني بيتنا دايما حته الرياضه دي مهمه جدا. اي فنان، مش صفاء ابو السعود بس، اي فنان يلاقي التفاعل ده هيبقى فرحان، لان احنا مش بنبقى منتظرين ان احنا هناخد الثمن اللي قدمناه، الثمن يعني الحقيقي هو حب الناس، فلما الواحد بيلاقي حب الناس هو ده الثمن، هو ده الرزق اللي ربنا كتبه للفنان بصراحه. الاغنيه الجديده كسرت الدنيا على المسرح، وكنت وحشانه قوي 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 بجد والله، فكلمينا بقى على الاغنيه الجديده، وهنشوفك في حاجه جديده برضه. في حاجه ان شاء الله، في حاجه جديده، وفي يعني اغنيه للمناسبه، كلنا بنبقى في البيوت عندنا المناسبه دي، بس مش هقول عليها، انما هكملها ان شاء الله، وتكون انتوا اول الناس عارفين. يعني زي العيد، اهلا بالعيد، هي العيد يعني مش عيد. اه والله ما عندناش عيد. الله يخليك. حاجه كويسه ان شاء الله. لا حاجه كويسه ان شاء الله، يا رب يعني اتوفق فيها، لان كل توفيق من عند ربنا اولا. يعني حضرتك جالك مسلسل في رمضان، ندمتي ان انت ما وافقتيش عليه؟ إيه، هو في مسلسل انا يعني ما اشتغلتوش، بس يعني مش ندمانه، لان المفروض الفنان يلاقي نفسه في الدور، فلما لقيت نفسي انا مش في الدور، في فنانة احسن مني تعمله، فاعتذرت. عجب حضرتك ايه في رمضان الفن؟ حاجات كتيره حلوه عجبتني. عجبني طبعا رمضان ومسلسله، عجبني منى زكي، عجبتني نيلي كريم، عجبتني مطاوع، عجبتني طبعا، يعني في حاجات كتيرة حلوة في رمضان، عجبني فيه والله مسلسل اسمه جميلة، عجبني يعني في حاجات لذيذة بتبقى حلوة. الله يرحمها طبعا فاتن حمامة، كان نفسي اتحاور معاها بس ما لحقتش ممكن مع جيل آخر، لأن أنا تقريبا معظم الجيل القديم السابق عملته، حتى الأستاذ أحمد رمزي، إيمان الممثلة، عملت مع كل الناس، مدام سناء جميل، مدام سمحة، كل الجيل الكبير عملت معاه، فالجيل اللي بعد كده بقى ممكن ناخده. المذيعات اللي موجودة دلوقتي شايفاهم إزاي، والترند بقى يعني عاملين ترند عشان يطلعوا؟ لا بس أنا عايز أقولك في مذيعات كويسين جدا جدا جدا، ومش عايزة بلا غرور يعني أقول إنهم أصلا خريجين الاي ار تي، منى الشاذلي مثلا، وفاء كيلاني، حتى اسعاد، كل اصحابنا دول من الاي ار تي، بداوا كلهم حبايبي، بحبهم جدا، كلهم احلى من بعض يعني، انما طبعا في بعض حاجات يمكن ما فيش الخبره قوي، انما بيجتهدوا، ما دام بيجتهدوا يبقى هيبقوا كويسين. شكرا لحضرتك، متشكره.